السلام عليكم. اليوم انا رانا في امام ملعب براقي يوم 6 جويليا، ونحاول نعطيكم صوره على الملعب، حاله الملعب كيفاش راه. ان شاء الله خلونا ندخلوا باش ناخذوا بعض الصور على العشب الطبيعي. هنا رانا في المدخل الشرقي تاع الملعب، حيث أن الملعب فيه 3 مداخل، هذا المدخل الشرقي وفيه المدخل الغربي اللي زيد نروحوا ليه من بعد، وكان المدخل الشمالي اللي مقابل طريق السيار نتاع بناتنا، كان عنده 3 مداخل. هنا رانا في المدخل الشرقي ونشوف إذا كان فيه المدخل نقدروا ندخلوا من الباب هذه، ندخلوا نشوفوا. للأسف الباب مغلوق، نحاول نروح من جهة المدخل الغربي، نعاود نروحو من جهة المقابلة اللي هو المدخل الغربي، هو المدخل الرئيسي نتاع الملعب. رانا في المدخل الرئيسي تاع الملعب، هذا هو المدخل الغربي. تكلمت مع الاخر ما خلوناش، قالك ممنوع الدخول بسبب التحذيرات تاع التدشين ولا، اذا ما قدرناش ندخلو. معليش نكمل نديرو الدوره كامله على المركب ونحاول نمد الصوره على الاشغال، التهيئة الخارجية إذا كان فيه حاجة جديدة، يعني بالنسبة للفيديوهات الأخيرة اللي درتها. نخليكم مع بقية الفيديو، والسلام عليكم.